كشفت تقارير صحفية بريطانية ودولية تورط نواب برلمان بريطانيين بأنشطة مشبوهة لصالح مجموعات ضغط وشركات مقابل أجور مالية للهجوم على المملكة. هذا وأقر النائبان كريسبين بلانت عن حزب المحافظين وليلى موران عن حزب الديمقراطيين الأحرار في بريطانيا استخدام مكاتبهما ومكانتهما السياسية للمشاركة في جلسة نقاش للهجوم على المملكة العربية السعودية. وجاء اعتراف النائبين بإخلالهما للنظام حسب نص مدونة سلوك أعضاء مجلس العموم البريطاني التي تمنع استخدام مرافق وبدلات أي تسهيلات مقدمة من الخزينة العامة للبلاد في شأن خارج عمل البرلمان داخل البرلمان. وللحديث ينضم إلينا هاتفيا من الرياض رئيس قسم الإعلام في جامعة الملك سعود الدكتور علي العنزي. دكتور علي أهلا بك وسعدت مساء معنا على الإخبارية. يعني واضح أن المؤسسات والميليشيات والأحزاب التي تحاول أن تؤذي المملكة بشكل أو بآخر لا يمنعها أن تستخدم أي أحد حتى لو كان عضوا رسميا في حكومة مثل بريطانيا وفي البرلمان البريطاني الذي عرف في تاريخه بشيء من الانضباط. يعني شكرا على الاستضافة. أولا أنا رئيس قسم الإعلام سابقا انتهت فترة رئاستي. بدون شك يعني نحن أمام قضية في غاية الأهمية وحقيقة يعني ما فعله النائبان ليلى موران وكريسبين بلانت هو مخالفة من جهتين. الجهة الأولى أنهم استخدموا مكاتبهم لأغراض شخصية، والنقطة الأخرى أيضا هي مخالفة بأنهم استخدموا لمهاجمة دولة تعتبر صديقة لبريطانيا وبأقوال غير صحيحة مقابل لقاء مادي، واعترف النائبان بذلك. يعني ليلى مراد اعترفت بتلقيها 3000 جنيه، وأيضا كريسبين بلانت اعترف بتلقيه 6000 جنيه مقابل حضور هذه الندوة من قبل شركة بند مانتر. لذلك هذه والله يا دكتور ذمة رخيصة، وهذا ما أقوله. يعني هنا لا يزايدون علينا بقضية حقوق الإنسان والديمقراطية والكلام هذا. نحن لا نهاجم النظام الديمقراطي، نحن نهاجم الأشخاص الذين استخدموا في هذا المجال لمهاجمة المملكة ووقعوا في فخ الإخوان المسلمين لمهاجمة المملكة. هذا من نقطة. النقطة الأخرى هو من يزود هؤلاء النواب بالمعلومات. يعني الذين يهاجمون وطنهم من الخارج ويخرجون على وطنهم هؤلاء الخونة. من يخون وطنه وكأنه يخون نفسه ويخون شرفه. ولذلك يعني هذه الأسماء التي نسمعها من خلال وسائل الإعلام مثل عمر عبد العزيز وعبد الله العودة وعلي الهذلول وغيرهم، هنا بدأوا يتساقطون كأوراق الشجر بأنهم يأتون بمعلومات غير صحيحة ويدفعون مقابل هذه المعلومات لمكاتب محاماة، وهذه المكاتب تستخدم أعضاء نواب في عدد من الدول لمهاجمة المملكة. هنا أين نقطة أود أخ جبريل أن أتطرق إليها، أين الإعلام الذي يدعي الحيادية مثل يعني البي بي سي؟ لماذا لم تغطي هذا الموضوع بكثافة؟ وقضية أنهم استخدموا معلومات غير صحيحة عن المملكة، هنا طبعا انضربت المصداقية، مصداقية الإعلام ومصداقية أعضاء مجلس النواب البريطاني وغيرهم من مجالس النواب، وهذا ينسحب أيضا على أعضاء سواء مجالس نواب أو طيب مجالس شيوخ في أمريكا وفي أوروبا. تفضل. طيب دكتور علي، هل تعتقد أن ما قام به جونسون أو رد فعل الحكومة الرسمي على هذا الوضع كان مقنعا؟ هل يكفي لمثل هذه العلاقة المميزة بين المملكة وبريطانيا؟ ما لا أعتقد أن ما قام به رئيس الوزراء البريطاني جونسون يكفي أبدا. هناك مخالفة صريحة بقبول رشاوي بالمعنى الصحيح، بقبول الإدلاء وحضور اجتماعات أولا من خلال مكاتب الدولة
ثانيا في قضية تشويه دولة صديقة لبريطانيا وضرب العلاقات. أعتقد أن نحن نعرف هذه المؤسسات متجذرة ولا تريد أن تخدش صورتها، ولكن هل يستطيع رئيس الوزراء البريطاني أن يفعل شيئا أكثر مما فعله؟ أنا أعتقد هنا دور القضاء، وهنا دور المحكمة الدستورية، وهنا دور الرأي العام. ولذلك سؤال دكتور علي، السؤال الذي ربما يرتبط بسؤالك المهم هذا هو: لماذا كل هذه المؤسسات المؤذية لبلدانها أو لصورة بريطانيا التي تتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وكذا، لماذا بريطانيا تحتوي وتحتضن هذه المؤسسات المؤذية للإخوان أو لغير الإخوان منذ سنوات طويلة؟ هو ما في شك، شوف طبعا بريطانيا وغيرها من الدول هي تحتضن هذه المنظمات لأهداف سياسية، ونحن نعرف أهداف سياسية، سواء لابتزاز الأصدقاء والأعداء، وهذا هو ديدن بريطانيا في كل قضاياها في سياستها الخارجية، تحاول أن تبتز حتى الأصدقاء. ولذلك يعني هنا لماذا بريطانيا تتستر على هذه المنظمات؟ لماذا هنا طبعا دور، أنا أعود أخ جبريل وأقول هنا دور الرأي العام، دور من يغذي الرأي العام بالمعلومات هو الإعلام، دور الإعلام البريطاني. صحيفة التايمز هي من أظهرت هذا الخبر، ولكن لماذا لم يسلط عليها الضوء من ناحية المعلومات التي تعطى لهؤلاء النواب من قبل الخارجين الهاربين عن وطنهم ومن قبل خونة أوطانهم؟ هذه نقطة. النقطة المهمة جدا، إن سقطت هذه المنظمات وهذه المؤسسات أمام الرأي العام، المفروض أن يكون للإعلام دور. أين لقاءات البي بي سي التي نعرفها عندما يكون هناك خبر مسرب عن المملكة العربية السعودية وهو خبر كاذب، نجد تخصص له الوقت وتخصص له المساحات. يا دكتور علي، البي بي سي في حالة موات مستديم فيما يخص العرب وفيما يخص المملكة العربية السعودية. دكتور